فاهبونا واعطونا عطاياكم هداياكم
فهذه النبوية وقلوب ربانية ذروا بها قوم في مناكب
والسماء الذي من أثم السماء المتبسة من أخلاق ذلك الإنسان الكامل سيد الأواخر والأوائل كما تهلك تتأثر بها كما تهلك تتأثر بها وجلس ونادي إلى الحوال والغاد إن تخبتها من الأخبار ومجاميع الآثار المدافع بالسير والأسفار وضمنتها من ذلك كل ما هو مقبول إن الأئمة الحفاظ الفخور من كتاب محمود ليس بموضوع ولا مهجور وهذا أوان الشروح المقصود جعل الملك المعبود فأقول هي سيدتنا خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدية تتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم لجد قصي الذي جمع القبائل القرشية وهما فاطمة بنت زايدة بن الأسم من بني عامر بن الأي بن غالب فاتهم بهذا النسل الطاهر التي ونسب أشرف الحبائب فقد حفظه الله تعالى من أرجاء الجاهلية فأهات عندها في سيدة الزكية وصانه من كل أهمية وبلية برعايته وعنايته الماهرة ولذلك كانت تركب بالسيدة الطاهرة وما أجلها من حتى القاهرة وسارت القدوة بالكبرى من ثلثان أهل معاهد أخرى وهي بذلك أحق وأخطأ وقد ولدت رضي الله عنها قبل ولادته صلى الله عليه وسلم بنحو 15 سنة فنسأت في بيت من طاهر طيب العرب في بيت طاهر طيب العرب على أكمل السيارة محمودة وأسقى أحسن الأخلاق فكانت رضي الله عنها متكاملة الحسنى وأخلاق وجمالا وفضلا عزمة رشيدة في دم أمورها حسن التدبير والتصرف في دم شؤونها ذات فرزة قوية وهمة عالية لا نذر تعجب ومعرفة دقيقة بالواجب أغناها الله تعالى بسعد النعم وقحط الخدم والحسن ومن عليها ذو جلال كثرة الأموال فكانت تستاجر كل رجال يتاجر في ذلك الحلال وتضاربهم على شيء معلوم ويستفيد من ذلك جميع الأمم وظهرت أسرار تلك الأخلاق المرضية ورسولها ذات الزكية فيما بلغته بين قومها في الجاهلية بمكانة عالية ورتبة سامية صلى الله عليه وسلم فهي قدرة الأمينة تحت المسجد طيبات الخروج وسجد الفرد الثانية أفراد جبال المجموع اللهم صلنا بها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لدينا اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Thank you.
تفارقه قولنا عن هذا آخر نبي هانئا ممن يصدقه وما في تلك الأدنى وقع بين سيد الأنبياء ورجل كان في تلك الأنحاء خلاف في ثمن بعض المشتريات وقال له الرجل احرص بالعزى والذات فما يجري بينهم في مثل تلك الحالات فقال سيد السادات والله ما خلقت لما فإني لأمر فأعرض عنهما فقال الرجل القول قولك والرأي عندك ثم قال لمن سره هذا والله نبي تشرفنا به في سوقنا فإنه لتجده أحضرنا من أرسل في كتبنا ومن ذلك أنه كان يرى في كل تلك المدة القصيرة شهادة تدلل دون جميع في وقت كبيرة فقال فيما رويا أنه كان يرى ما قيل يدللان سيد القومين. اللهم اجرنا قناه الرضوان عليها وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديها اللهم صل وسلم على زوجها الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولما اتم صلى الله عليه وسلم غنوته وضاع سرعته رجع الى مكه لقد اكتسب خيراتها كثيره وجاء بأرباح وبيرة فسرت بذلك السيدة خديجة أيما سرور وحمدت فعله المشكور فنظرت إليه بعين الإقبال والإحترام وأقامت غاية الإحرام وأثرت شخصيته فيها كل التأثير وكنت له في نفسها عظيم التقدير وزاد ذلك عندها بعدما حدثها ميسرة بما شاء له من الآيات وعجائب الأحرار وخالق العادات التي هي للنبوة دلائل واضحة حدثها عن الصحابة التي صحبته في سفره فكانت نعم الصاحب وعن كلام ذلك الراهب وعن ضاعة الإبل وطي الأرض له والتوفيق الذي لازمه في سفره قرب الملازمة وتلك الرمال والحجارة التي لا نفتح تواضيع قدميه وكل ذلك وعاه بقلبه ورآه بعينيه وحدثها بما رآه من حسن سيرته في خلقه ومعاملته مع ما سبق لها معرفته عنه من صدق حديثه وعظيم أمانته وكريم أخلاقه وجلاله فأصبحت هذه الصفات والأخلاق العلية مثبتة متيقنة لديها جلية فأحست بعرج وريد عن صورة وحقيقة ذلك الحبيب وتحيرت من أمر نفسها وأصبحت قلقة بين قلبها وعواطفها فقد طلبت بالأمس القريب الكثير من الرجال من ذوي الوجاهة والمال وردتهم خائبين متحسرين لربها طلبهم المتين. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما أعطى الله تعالى لها السعادة الأبدية والشرف والفضل على نساء البرية ترجح عندها ألا تفوت هذه الفرصة الذهبية واستأذنت خديجة أنه كنز الذي حولته والكيمياء فاحتارت في نفسها الزكي الأمين سيد ولد آدم أجمعين وما لاحت في وجهه علامة النبل والجمال فتكاملت فيه حصول الكمال والجلال وبدت عليه أنارة السيادة وظهرت منه إشارة النجابة والقيادة فما كان منها إلا أن أرسلت إليه فعرضت نفسها عليه فخطبت الرسول الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وقالت يا ابن عمي إني قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك وسامي منزلتك وقدرك وفي رواية أنها أرسلت له نفيسة بنت منية دسيسا إليه فقالت له
ما يمنعك أن تزوج؟ فقالت ما في يدي شيء. فقالت له أين خفيت ودعيت إلى المال والجمال والكفاءة؟ قال ومن؟ قالت له خديجة. فأجاب ورأت وخديجة والتقال الزهد فيه السجية والحياء وأتها أن الغمام توسل فأبلت منهما أفياء وأحدث أنه يا رسول الله بالبعث حان منه الوفاء فدعت إلى الزواج وما أحسن ما يبلغ من الأبكياء. فشاور أمامه الضرار وأيده على ذلك الكلام فتقدم حمزة فكلم أمها فقيل أباها فالصحيح أن أباها خويلدها قد مات قبل حرب الفجار ثم حذروا الأسرار كلسي تقدمهم أبو طويل فكان هو لسان حالهم المتكلم الخاطب فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم فزرع إسماعيل وليئهم عيد وأنصر مدر وجعلنا حدنة بيته فسوى سحرمه وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس ثم إنمنا في هذا محمد بن عبد الله لا يزن به رجلا إلا رجح به فإن كان في المال ذل فإن المال ذل وزائل وأمر حائل ومحمد ما قد عرفتم قرابته فقد خطب خديجة بنت خويلد فبدل لها من الصدق ما آجل وآجل مما لي كذا فهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وفضل جليل ثم قام ورقة بن نوفل فقال الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت ففضلنا على ما أعدت فنحن سادة الأرض وسادتها وأنتم أهل ذلك كله لا تنفروا العشيرة لا تنفروا العشيرة فضلكم ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم فقد رجبنا في الاتصال بحبلكم فاشهدوا علي يا معشر قريش بأنني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على 500 درهم ثم سكت فقال أبو طالب قد أحببت أن يشرق فأمها فقال أمها اشهدوا يا معشر قريش أني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد فشهد على ذلك صناديد قريش فقد جاء في سيرة ابن هشام أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أصدقها 20 بكرة سنية فقيل 12 أوقية من ذهب ونصف أوقية فكل هذا لا يعارض ما جاء في خطبة ورقة بن نوفل السابقة من أن الصداق 500 درهم إذ يمكن الجمع بينهما لتقويم الثمن بذلك أو أن أحد الأشياء معروف الآخر هدية من أمي أبي طالب للسيدة خديجة أو أنه صلى الله عليه وسلم زاد ذلك في صداقها على صداق أمي فكان كل صداقه اللهم صل وسلم على زوجها الأمير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتزوج نبينا الأمير سيدتنا أم المؤمنين وقد أتم 25 فأتمت هي 40 قال صاحب قرة الأبصار وإذ إلى مكة عاد وابتدى 26 من العمر لك خديجة من بعد 40 ما ضفها من عمرها سنين وقد نحى رسول الله عليه وسلم جزورا أو جزورين
فقرت بذلك من المحبين العين وشرحت منهم الشدور وعم الفرح والسرور وطلع سعد السعود وكمل الفؤاد المفقود وغدا الحسود لا يسود وهو مهموم فقال أبو طالب الحمد لله الذي أذهب عنا القرب والغموم فقال في ذلك الراجز في قوله المعذور لا تزهد الخدي في محمد نجم يضيء كائطه الفرقد فلما تزوجت خديجة سيد ولد عدنان كان قد تزوجها قبله رجلان وهما هند أبوها لتبن زارة من بني عدي وعتيق بن عائد بن مخزوم من قرشي وقد اختلفوا في تعبير الثاني من الأول وليس في ذلك نشر شريح عليه يعول فقد كان عندها من الذرية من غير خير البرية عبد مناف وهند وهما من زوجها عتيق فقيل إن هندا هذه أسلمت وفازت بالشهبة والتشريق فولدت لأبيها لتولد وسموه هندا فهو شحابي جليل مما شهد بدرا وأحدا فقد روى حديثا مشهورا في شفة النبي صلى الله عليه وسلم فقتل يوم الجمل مع فقتل يوم الجمل مع سيدنا علي ذي الوجه المكرم وذكر بعضهم انه مات بالبشرة في الطاعون وكان قد مات في ذلك اليوم 70,000 وكلهم مسلمون فشغل الناس بجنائزهم وتركت جنازته فلم يوجد من يحملها فشاحت نادبته وهند بن هند وربيب رسول الله فلم تبق جنازة إلا وتركت وأما جنازته فحملت وازدحم عليها الناس فامتلأت بهم المواضع فما حملت إلا على أطراف الأشرابع وقال بعضهم إن الذي مات في الطاعون ابن هذا المذكور ويسمى بهند عنده والخلاف في ذلك مشهور فكان فصيحا بليغا وشرافا محسنا فشفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مجيدا متقنا فكان يقول أنا أكرم الناس أبا وأما وأخو وأختا أبي رسول الله وأمي خديجة التي عنها رضي الله فأخي القاسم عليه السلام وأختي فاطمة عليها الرحمة والإكرام ولخديجة من أبيها لتبناني غير هذا المذكور أحدهما الطاهر والآخر هالة والأول غير مشهور وخرجت تتلمسه في مكانه الذي تعود الذهاب إليه وقال
تجدها يخفق من شدة خوفها عليه حتى إذا رأته مستغرق في وحدته منجمعا على فكرته فجعت ولم تكلمه لئلا تقطع عنه وعن خلوته فتبقى منتظرة موعد أولاده لتعمل جاهدة على إزالة وحشته وإدخال السرور إلى قلبه والسعادة إلى نفسه. ولقد كانت خديجة رضي الله عنها صادقة الفراسة صائبة النذر صافية الفكرة فكانت على ثقة من أن رجلا وزوجها سيدنا محمد الأمين يحمل هذه الروح العالية النفس السامية والفضائل التي ما رفعت ما رفعها قريش لأسرها يضاف إلى ما تقلعه إليها عبدها مما سبق ذكره فتقدم نشره. قالت على ثقة من أنه سيكون له شأن عالي يتحدث عنه في المسافر والمقيم وسيحدث في التاريخ أمرا يهتز له الدنيا عجبا وطيها وفخرا فما أدرى عنها الصادقة الحنونة التي ترعاها في حب وتباشر شؤونه وما عظم قلبها العفوف الذي يزوده بالرعاية ويخفق له فريحا منتظرا يومه الذي تنصب له فيه الراية وينشر له درس مدار الولاية. ومن جناب الأشرار التي أودعتها لديها اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومرت الأيام على هذا النظام فما أكمل الأربعين على التمام حتى جاء اليوم الذي هيأته القدرة الربانية لإبلاغه الرسالة السماوية وهو في وحدته التعبدية بعد أن مهدت من قبل الأسباب فتفتحت لذلك الأبواب فأتاه في ذلك المقام في اليقظة لا في المنام رسول الملك العلام وقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئي فلست من جملة القراء فأخذه وغطه وما تركه حتى بلغ غاية والإياء ثم أمره بالقراءة مرة ثانية فامتنع فأخذه وغطه وما تركه إلا بعدما كاد يقرأ وفي الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما عظمها من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حضرة الإمتنان إلى هذا الإنسان وأيدتها ببشارة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجته بعد أن شهد مشهد كرامته وفؤاده يرجف من هول ما راه وشدة ما سمعه وقره ولقد كاد ينخلئ لولا تثبيت مولاه وقال زملوني فزملت فلما ذهب عنه الروع وحدثها قال لها لقد خشيت على نفسي فداه أبي وأمي ونفسي فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا وإن الله سيكتب لك عزا ومجدا وسؤددا ورحمك موصولا ويدك لضيفك مبذولة تحمل الكل وتكسب المعدول وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق كل مقلوب وثبت يا بلد العلم طلب البشرى فوالله لقد
فكنت تو أعلم أن الله لا يفعل بك إلا خيرا وإني أشهد أنك نبي هذه الأمة المعتبر وهذا زمانك إن شاء الله قد حضر فقد أخبرني ناشد غلامي وباحي أرى الراهد بخبرك المبين وأمرني أن تزوجك قبل 20 من السنين وأصبح فارس
رئيس القبيلة والبلد، فلا تحب من زاد مجنون عدد، فقصر عنه وانتشر النور، وقال من جل وفقدت شهادة الزور، وتبدلت الأحوال إلى أحسن حال، التاجر أمين شروق، والغني سخي مرزوق، والفقير شريف كابح، والعالم مجتهد ناصح، والرئيس رابع الراحم، والخازن حبيب عليم، والقاضي العادل فهيم، فظهر في ذلك المجتمع صدق التاجر وأمانته، وتعفف الفقير وقدحه، واجتهاد العامل ومشكور، وسخاوة الغني ومواساته، وعمل القاضي وحكمته، والإخلاص الوالي وشفقته، وتواضع الرائي فتواضع الرئيس ورحمته، وقوة القادم وحراسته، فكانت القلب عصف للعالم ربيعا، وللإنسانية كشف وريعا. اللهم اشفع لنا وادع بنا بالأسرار التي أودعتها لليلة، اللهم صل وسلم على زوجها الأمين وقد احتسب الله هذه الجوهرة الماسونة والمرة المكنونة من مزايا عديدة وحسان حميدة، ومنها أنها هي التي طلبت وإلى الزواج بها دعت، وأنها أول امرأة يتزوجها وغريمتها أول غريمات يسمعها، وعاشت معه بقية أمرها ولم يتزوج بغيرها حتى ماتت بعد أن رأى خالص برها، ودفنها بمكة ونزله بنفسه في قبرها، وقد عاشرت 24 سنة أحسن أسرة، ورفقت أفضل رفقة، ورفقة أعظم أوفة، وصادقة أوفى محبة، وكانت لا ترى من بلد إلا شيء إلا ما جرت به إليه، وقدمت هدية بين يديه، وقرأت منه قدر بركة النبوية، ثم توفي مولاها زيد بن حارثة التقوية، فما كان منها إلا أن وهبته له بنفسها راضيتها سحية، فكان إلى حضرته من الموصولين، وكتب في ديوان المسؤولين، وكان بالأولية مع السابقين، وتشرف بمحمودية سيد المرسلين. اللهم اشهد رئيسها التي نادت بها أعلى مراتب الشرف والكمال، أنها أول من آمن به من النساء والرجال، فصدقته وآزرته وعانته وثبته، وخافه الله بسبب إيمانها عن نبيه صلى الله عليه وسلم كل هم، وفرج عنه ما شعبه في الدعوة من طعن ونكد وهم، فكان لا يسمع شيئا من زمرة الإلحاد من تكذيب وجحود وعناد، ويرجع إلى السيدة خديجة إلا ويجد عندها كل هدى وسداد، فتهون عليه الرزايا وتواسيه، وتبعث الطمأنينة إلى نفسه وتسليه، وتمنعه الأطف وتبشره بما سوف تراه فيه، وتشجعه وتؤيده ولكل خير تمنيه. اللهم اشرف هذه الرحمه واجد لنا من الاسرار التي اودعتها لديها، اللهم صل وسلم على زوجها الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لقد ثبت عنا رضي الله عنا اشرفت معه عليه الصلاه والسلام، وتشرفت بموقفة الهدوء واستقبال بيت الحرام، وكان جبريل قد علم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة قبل أن يطوف خمس صلوات ليلة المناجاة، وكان يصلي صلاتين مرة في العشية ومرة في الغدوة.
أيام الحج ونزلت على العباس بن عبد المطلب فلما طلعت الشمس خرج رجلا من خباء قريب منا فاستقبل الكعبة وقام يصلي فلم يلبث حتى جاء غلامه فقام عن يمينه فلم يلبث حتى جاءت امرأته فقامت فقام فركع الرجل فركع الغلام والمرأة فركع فركع فسجد فسجد فقلت يا عباس أمر عظيم فقال أمر عظيم أتدري من هذا قلت لا فقال هذا محمد بن عبد الله بن أخي أتدري من الغلام قلت لا قال هذا علي بن أبي طالب أتدري من هذه المرأة قلت لا فقال هذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي فهذا حدثني أن ربك رب السماء والأرض أن رغم بهذا الذي ترغم عليه علم الله ما أعلم على باب الأرض كل أحد على ربهم على ربهم وهؤلاء الثلاثة قال عفيف الرأي فليتني كنت آمنت يومئذ وتكون راجعا فبدنا بالأسرار التي أودعتها لديها اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن خصائصها عليها الرحمة والإكرام أنها أفضل النساء المصطفى بالتمام كما جاء في الحديث عن سيد الأنام أنه قال سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون وفي رواية عن أنس رضي الله عنه مرفوعة حسبك من نساء العالمين مريم بنت إمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون فهو حديث ثابت بلا مرار فقد حكم بصحة أجلة العلماء ففي رواية صحيحة ثابتة لا يشك فيها اثنان أنه صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة وقد رواها الشيخان والأحاديث في هذا الباب كثيرة وهي معروفة في أصول كتب أهل السنة الشهيرة وكلها متفقة في مجموعها بيقين على أن مريم وخديجة وفاطمة وآسية هن أفضل نساء العالمين رضي الله تعالى عنهن أجمعين والخلاف بين العلماء في تعيين أولهن والموازنة في الأفضلية بينهما وقد اجتهد بعضهم في تعيين واحدة وتكلف التأويل والجمع ولا أرى في ذلك فائدة. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن خصائصها الشريفة ومناقبها المنيفة أن كل أولاده عليه الصلاة والسلام منها إلا سيدنا إبراهيم عليه السلام فلم يتكون عنها بل عن ماريا القبطية التي أهداها له المقدس مصر والإسكندرية وقد ولدت لخير بنية ستة من الذرية الأول القاسم وهو أكبر الأولاد وبه كان صلى الله عليه وسلم يتقن بين العباد وهو أول من مات من ولده ودفن في بعض الأقوال بمكة بلده والثاني عبد الله ويقال له الطاهر والطيب لأنه ولد في الإسلام ومات صغيرا بالبلد الحرام والثالثة زينب وهي أكبر بناته وقد ولدت قبل بعثته وتزوجها أبو العاص بن الربيع وكان إسلامها وهجرتها قبل إسلامه وهجرته وتوفيت في أول عام ثمانية من هجرة المصطفى ودفنت في جنة البقيع وقبرها هناك لا يخفى
مقلصون وقد كان تحته لدي أبي لهب الشقي المحروم فلما نزلت تبت يدا أبي لهب قلب أبوهما أشد الغضب وقال لولدي رأسي من رأسكما حرام إن لم تفارق ابنتي محمد وصاحب هذا الكلام يقصد بذلك إيذاءه عليه الصلاة والسلام ففارقهما قبل الدخول عليهما ولم يسر بفضل الله إليهما فكان ذلك كرامة إلهية لهما وقد تزوجت رقية بسيدنا عثمان بن عفان وهاجرت معه إلى الحبشرة فرارا بالإيمان ثم رجعت وهاجرت معه إلى مدينة الشفيع وماتت عنده ودفنت في جنة البقيع ثم تزوج بعدها أختها وهي أم كلثوم وماتت عنه أيضا وقبرها في البقيع معلوم فيقول قد تزوج من بنات النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين ولذلك اشتهر بين الأنام بالنورين ولو كانت هناك ثالثة لمن بها عليه سيد الكونين والثالثة فاطمة القراء المعروفة بالبقول والزهراء أم الحسن والحسين أهل الرضا وزوج الإمام علي المرتضى الذي أحسن إشارتها وأخلص لها حبها ولم يتزوج عليها حتى قضت عنده نحبها وكانت وفاتها سنة 11 من الهجرة النبوية بعد أن عمرت 30 سنة قمرية ودفنت بالبقيع على أصح الأقوال المروية وقيل دفنت ببيتها الذي بجانب الهجرة النبوية وهو في المسجد الآن وليس في ذلك رواية مروية وبهذا تعلم أن بناته دخلن في الإسلام وهاجرن معه إلى المدينة من البلد الحرام وهؤلاء جملة أولاده منها رضي الله عنهم أجمعين وهشرنا في زمرته مع رسول رب العالمين آمين What is
رزقني الله أن تزوج ولدها إذ حرمني أولادا نساء وقد جاء في باب الأذكار المروية الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم إذا قال
إن من أخلاق المؤمن قوة وفي دين وحزن وفي لين وإيمان وفي يقين وخلص وفي علم وشفقة وفي محبة وحلم وفي علم وقصر وفي غنى وتجمل وفي فقر وتحرج وطمع وقصد من الخلل وبر وفي استقامة ونشاط وفي هدى ونهي عن مشبه ورحمة للمجهود فإن المؤمن لا يخيف على من يبغض ولا يأثم في من يحب ولا يضيع مستودع فلا يحسد ولا يطعن في الزلازل وقورا في الرخاء شكورا فكأن هذه الأوصاف والأخلاق معتبقة على سيدة خديجة رضي الله عنها تمام الانطباق. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما تمت لنا الكمالات الباهرة وتوطنت الرتبة السامية العلية الفاخرة وامتدت أنوارها وآياتها المتكاثرة توفيت رضي الله عنها في اليوم الحادي عشر من رمضان قبل هجرة سيدها عدنان بثلاث سنين على الأشرح من الأقاويل وقيل بأربع وقيل بسبع على ما قيل ولم يصلي عليها عليه الصلاة والسلام لأنها لم تشرع الصلاة على المجد في ذلك العام ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها وصلى عليها التراب وأحسن نزلها وهي فضيلة لها دون غيرها من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين إلى يوم الدين فكان لها من العمر 65 ودفنت بمقبرة المعلاة المعروفة بالحجون وهذا وإن كان قد ثبت بطريق الآحاد إلا أنه استمر كل الاشتهار بين كافة العباد. اللهم اشهد أن لا إله إلا Saya mengalami ayat yang asbal tentang dunia.
dan sutra dan kafe dan mikrofon. Walau bukan nataro jenisa nova jenisan. Walau bukan nataro jenisa mau pada tiljanan. Walau jarak menjual jarak bisa mas. Karena kalau kamu pasti lima kode kalau pandang. Kalau nak nama ambil balas satu kamu kalau ini aku yang aku gunakan. Kau berinvestasi lebih, kau berinvestasi lebih kodan. Pandang sebab untuk kena ane. Kau ini semakin aku akan rumitnya. Kau kamu juga ambil Allah. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma aftah ma sami'a qulubuna li dhikrik warzuqna ta'ata wa ta'ata nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amana bi kitabih wa tibai sunnati nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna nahlana wa kanna rukabatana tanaba wa asilna mitakwa wa adustina bina siyanti wa adustina bina siyanti. Allahumma inna nasarga hujaya tuqa wa nasawalina wa tanta wa khusna khul wa ma'alina lihalalika haramu wa mitu'antika amma siyanti wa bifadlika amma siyanti. Allahumma inna na'udzubika min jahli la yu'lifu saqa'u suyu khadratu wa tabi'ada umda'anita wa khadratir raja'at. Allahumma tahhir qulubana min nifaq wa amalana min ahliya wa azinatana min akhabib wa azinana min ahliyana min abadana wa qawlina ta'ayu wa ma tuhfi sulimun. Allahumma jami umurana ma wa barik lana fi ma khawatana wa qala ila ma ra'aytana wa rahamna ila ra'aytana wa sami'na ila arsaltana wa tasunna al-iman wa qad hadaytana. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qulubana wa tajmu biha samana wa tadumu biha sa'atana wa tarutu biha fitana'ana wa kusuhu biha ahalana wa tahbam biha wa ibana wa tarfamu biha sa'adidana wa tibayinu biha wujuhana wa tuzakki biha amalana wa tuhimna biha usana wa tasimuna minkul risul. Allahumma atina imana salika wa yakina laisa badaku warahmatana nabi biha sarfa arba'umati. Allahumma inna nasarraqa sayyidina qala wa nujua suhada wa murahkata ahliya wa nasara anna ila ahliya. Allahumma khud biha yadina fi maghari taksif lana wujua haqari wa fidna lima tuhin wa tarda wa jimna naka wa tasubna wa tasubna sifra iksani wa bina masalah siyuk wa bina kaita khalmi wa sama tatadaan wa abdukina risai tatrahu fadina wa abdukina minyidiyatina ya arhamar rahimin. Allahumma antina minna dunya ma tatina bihi fitnataha wa tulmina bihi an ahja wa yabunu balagana ila marahimina inna huma hawla wa la quwwata illa bihi. Allahumma inna nas'aluka rahmatan tammah wa rahmatan sahlah wa afiyatan daimah wa isra'a ulika wa ma'asani daisa'an tammah wa naman aman wa aman salai wa nabiya wa rizqan wa lansi'an. Allahumma kullana wa lantakun alayna wa kinsalati ajana wa afi ziyadat amalana wa krimna abadu wa kuwana wa arsulana. Wa na ila rahmatika wa sirana wa ma'alana
واسلم سجال أفضل من جنة ومنا من الإسلام مالنا واسلم ربنا والألتا فرقنا وحيدي تجسيرنا وعلى توقعنا واعتمادنا اللهم ثبتنا ولا نهز الاستقامة وعيدنا من موجبات الندامة يوم القيامة وعفف عنا بقضاء وزاد ورزقنا عليه شكر واغفنا واصرف عنا شر الاسرار واغفر قبلنا ورقم بين من النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا جبار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كما مننت على سيد خديجه رضي الله عنها في تمام التصديق والايمان بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن علينا بذلك يا قديم الحساب وكما تفضلت علي بتعظيم حرمتي وحفظ اهلي وذمتي ونصحي ومتابعه سبيلي وسنتي وطريق كلمتي وحجتي فتفضل علينا بذلك واطلب لنا من ذلك والنصيب أكبر وفقنا للاستمساك بسنته حتى نموت عليها واشرنا في زمرته وتحت لوائه ودعنا من الخطوه وأعرضنا حوضه واسقنا من كاسه وأفض محبته وتب علينا وأفضنا من جهنمه وأنبر من ربنا وأبر من ربنا وأغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمون المسلمات أعيا منهم وأخوات وصلى الله سلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Allah ya Nabi.
المؤمنين.